الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أطيع ورسولك سأطيع والذيبان يسان الله تبارك وتعالى يا رسولك سأسيان قوض إسك إلى ليا ولو كل درست الدنيا خربه. ربي تبارك وتعالى قرآن كوث أسود الشيء إنه أدومدي سوء عديه وحول بوقيه آياتك يا أدلة عد عد إنه تصه وغنفت وذا كتصه كون ككلا كتصه سي أي الرميان إنه حقيه إلهي آياتك سلبوي آيات تنزيلية آيات صدقية وملك الجليل لو صدقي بي ونبي محمد لو صدقي بي وأن أخرين آياتك الله بعضنا وآيات كونية وحواتيث إيا نعدوين ككوك كرعية إيا كوك لفهانتي السبع وإلهي آياتك سواوين عالمكم من تاوحوا مريا أرقق حوين فجع أرقق بقض نحذ كالعرب بلوجرا محايا لي الله تبارك وتعالى وهو قصه ديري عيدا ير وعيدا مديسة كمدة عيدا مضرب ظلماها جند من جنود الله فيروس كورونا وبهي اي عالم كي كسو دولي عالم كي عيدمدا سميستاي او صواريخ دا سميستاي او عيدمدا بدا سميستاي او ضيحا كو دولي او ضيح قميت كا سميستاي او بحو اهاي علمي عافيمات كي الطبي كا غاري ميقان هوراي لو غارين عالم كي نوعا اها وحا كسو دولي فيروس ير او ايشو اين قبلين نور ضعيفه الهي انت ابو ري وحي لها ابو ضعيف سن كمل اذا ما دي عالك وحوا قبل لاي قمتاليه صواريخ دي وح قبل واه نيوكليرتي وح قبل واه ضيح قعمتي وح قبل واه دخاتيرتي يا وحي قلب للدياري وح قبل واه وفيروس ير الله اكبر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الله تبارك وتعالى آدمها لمركو كبره مركو اسموده مركو اسلويناده سترتيبا يوحلو تابسي يوم مركو اسلام مرأي ميسره يا إلهي وحو كدر يا مخلوق يا رو مخلوقات في سكنة كان عادل سكنة فالمحي اللي اكتهي بالله عليك انت تساو قبطات ايضا لما بربورين كرتها ومع ذلك بني آدم كاد أركتبه إبتين لقصة لذي الله ليس فيرس كايركا عالم كسو دولي إلهي كسو صاري هل مر وقتي كوام عالم من طرف إلى طرف وذا قاري لها هي أردك إجراءاتك وقائقة وحا أردية اسمي طلاد الله نصي ذاتك كالعرارية اسمي واحد بارب الرضا لحيني وحا برشدك العرارة شمع دي ليك العرب مدارستي يقولوا واحد برشلونة ليك العرب مالي اللي سوى إماري ليك العرب عمر دي اللي تشوجي حاجك الله أعلم الله قال عرب لا مساس لا مساس يا جماعة لماذا ورمع ذوك العرب ليس ما ذو حسك عزان يا واحد يركع انت أبقى بطان ما تكلم في إقلال هاوي أولدي هاوي نقالي تشينا هاوي أوي أودي مريكان كأوي أوي أودي يوروب أوي أوي أودي عالمكو والفيروس كان يركع استعليا إذن كأود شيكتي إذن كأوحات هذا من أشد منا قوة يا نجا حد بدل يا نجا أود بدل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يا عالمكو مركو فانو كبرو مال إسلقارو الله تبارك وتعالى آيات يربو كسو توريا وكسو ساريا مركز تبرتي سلطو سيا
tabartiisa la tusaya. In badan waxaa la isweydiinayaa kawaariidtan iyo masaa'ibtan caalamka dhacaya ee soo kordhay ee soo batay maxaa keenaya, yaa keenaya, sababtay ku imaanaysa maxay tahay, ujeeddada laga leeyahay maxay tahay, maxaa lagu daaweyn karaa. Walikulli wajhatun huwa muwalliha, nimo dhan buu la aaday. Laakiin rabbigeen tabaaraka wa tacaala alladii yaclamu sirra wa akhfaa, caalamkan sirtiisa allaha yaqaana ilan isagaa abuurtay, alaa yaclamu man khalaq, isagaa abuurtay asraarta ku duuganna isagaa yaqaana, addoommadiisana lagama yaqaano rabbi tabaaraka wa tacaala. Allah wuxuu inoo sheegay masaa'ibta kownka ka dhacaysaay sababteedu noo sheegay. ظهر الفساد في البر والبحر، فساد لباتوي مصائب كوارث ايا وحي كدعيا مغالوينك يا سحره يا باديه كل محاكين. الله وحي بما كسبت ايدي الناس ددك وحي كعمهود كو كسبدين با سبب و اه دنبيادات غشين با سبب و اه الحاد كا سبب و اه يا ilaahay ma jiro adduunkana dabeecad baa maamusha shuuciyo iyo ilxaad, shuuciyo ilxaad. China dowladda adduunka ugu tiro badan, dhaqaalihii adduunkuna maanta u wareegay, cimlaaqa tijaariga caalamiga wuxuu taagan yahay China inuu yidhaahdo ilaahay ma jiro, aakharana ma jirto, wax kitaab ilaahay soo dejiyeyna ma jiro, rasuulna ma jiro, aakharana ma jirto, kownkana waxaa maamula wax dabeecad la yidhaahdo. Caqiidadii shuuciyada iyo markisiyada, naam, ilaah ma aqoonsanid, maxaad ilaahay ka sugaysaa marka? Bima kasabat aydi nnaas, waxaad idinku shaqaysateen baa sabab u ah. Maxay tahay xikmadda ku jirta? Liyudiiqahum bacda aladii camiluu, waxaad samayseen qaar ka mida dembigaad gasheen qaar ka mida abaalkiisa laydin marinayaa, haddii kulligii laydin wada marin lahayo abaalka si buuxda laydin siin lahaa dhulkaba maydan joogteen. Laakiin liyudiiqahum bacda aladii camiluu, kulla aladii camiluu maaha, bacda aladii camiluu, wax yar oo ka mida waxaad samayseen qaar ka mida ayaa abaalkiisa laydin marinayaa. maxay tahay ujeeddada ka dambaysa? lacallahum yarjicuuna, si ay usoo noqdaa. ilaahay aqoonsada, ilaahay usoo laabta, ilxaadka ka soo noqda, fawaaxishta ka soo noqda, xumaanta ka soo noqda. lacallahum yarjicuun, sababtii dhibkan lagu qaadi lahaa waxa weeye lacallahum yarjicuun, si ay usoo laabta. laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ma waafajinayo, ma fahmayaan, ma idraagayaan, lagu hanuunin maayo, ma rumaynayaan, intoodaba kale mee intooda badani meel kaley la aadayaan. sidaana daraaddeed baa rabbigeen inoo fasiro, inoo cadeeyey, walaqad arsalnaa ilaa umami min qablik, hortaabaan ummado rusul u dirnay buu alla yidhi tabaaraka watacaala. markay xaqii iyo diintii ka hor yimaadeen oy diideen, fa akhadnaahum bilba'saa'i waddaraa, dhib, cudurro, masaa'ib, dhibaatooyin baa ku qabanay. maxaa loogu qabtay dhibaatooyinka? lacallahum yatadaracuuna, si ay isu dhiibaan, say ilaahay isugu miskiiniyaan, say usoo laabtaan, say ilaahay u aqoonsadaan, si ay dembiga keenay sababta keentay uga soo laabtaan. taasaan u keennay baa la yidhi tabaaraka wa tacaala, lacallahum yatadaracuun, falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu, war markii baas ku dhacay oo dhibaatadu dhacday may tadarucaan oo ilaahay isu liidaan oo isu dhiibaan. walaakin qasad quluubahum, laakiin quluubtooda engegtay. meeshii laga soo noqon lahaa, wax laga fahmi lahaa, waa engegan yahay, waa qalbigii. wazayana lahum shaytaanu maa kaanuu yacmaluun, shaydaanna waa ka shaqaystay oo waxay samaynayeen iyo xumaantii buu usii qurxiyey, horay buu usii waday, waa duufsaday. falamaa nasuu maa dukiruu bihi, sunnat ullaahi waay, wixii lagu waaniyey markay halmaameen, markay fahmi waayeen, markay qaadan waayeen, markay ka madax adeegeen, markay ka kibreen, maxaa lagu samaynayaa? markaa waxaa lagula dhaqmayaa sunno ilaahay sunankiisa ka mid oo la yidhahdo sunnatul istidraaj. markaa waa la daajinayaa, waa loo seetaqeereynayaa, barwaaqaa lagu fatahinayaa,
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وحول بإغده صلى الله عليه وسلم محال الربا إن إسه الماما إن إس دكتار إن إس بوغان إن إس مهديان فتحنا عليهم أبواب كل شيء برواقع تكنولوجيا هرمر أمني واحد ربتان أرزاق درجة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا مركي فرحان دماش هذا يا تمشلي كبران يا إلهي تبارك وتعالى مصيبة دي سكسو ديني مركاسي قوصنا يا ماشا سا مركا انتي ظلمك السميسي إلهي قريبتو ذكويني فقوط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تلك سنن الله إنه إلهي سنن كيسا كونكا وكما ملفه النور دروس بدن باينوغا بحيس عالم كواحا كدع عي التفسير صحا روه لينا واحد شراء ونسي صحا إنه فهمينا مركا إلهي سنن كيسا فهن كونكا كدع عي سيداس درادت دعدوينك كونك كرعي مصائب توحى لوحرا يا قرآن كوحرا يا بني آدم كي يوحو الصمين أيوه صبرت وتا هذا بدن بمعنى تلمامي نبي قالونا صلى الله عليه وآله وسلم وسيع دي وعي فحشدا يذنوب تفوشحن زندا أخلاق حمدا لواتك محوء هاي شدود كجنسي دنوب تفوشحن أمت دحذي المم وقدان وبرنانك أم الصبحان إلى أي موجستان هذا العظم إلهي تبارك وتعالى وحو دحذو ذا كفا فيا ضعون إي عذره إي حنونه أن أدونك هرم صومرين حديث لنا النبي حلية صلى الله عليه وآله وسلم قوم تحذي كما الصائف بحضه مموقة الزندة يرهبض إلا هذي بعضه عقوبة إلهي بين نفط وذكودتي أيها كودتي أحلوا بأنفسهم عقاب الله ما تعلم كان هذا كيسان إلحادك وحا أدر إلحادك إلهي إنكراتي سوحا أدر وح الله وحي فساد أقلق هم إلهي النعباء أردن أي قرب لوي ربادي عالم كبقاليه شربو كسليسي بنكية أدونك وحربا أساسه وانين عنيو ستو سقو عني إيانين أي بستاني بور كيدو قاري سيدي النبي بشيك صلى الله عليه وسلم آخر الزمان كينا نحضنت بقاليه عالم كربا لبستاني زندي دولدها أدونك ما أنت وحب بدن با قوانين أدنك شيء زندة يخنيسني بدا إلا الدفاعه قوانين بلودتي محكمة لو سمي حتى هذا ترى هذا ضدك خنيسين تي وضدح محكمة ضلوا صاري ما دي كرتي زينة هي فحشقة قوانين بالدفاعية أرراء التاقن حقوق بن آدم وأرمى الشخصية فرق لني يا جماعة لنك كلمركات فيرس توحيدتي ولا الله تعلمي دينتي ولا الله تعلمي مؤمنينتي ولا الله تعلمي أخلاقي ونكسني ولا الله تعلمي وحي إلهي تشعلا أولا ولا الله تعلمي شين إلحاد كي الدين لأنت إيا إله إنكرك وحي قدر ستي مؤمنينتي يا مسلمينتي يا موحدينتي كوهصنا وليلين عقابته وحن أدونك صومرين وحن لقى الشيكين كرين عالم كوسا أركين نعم عذاب عقاب صومك أدين سلاة أدين مساجد الدمي عيالك يا والدك كالعري ورشينو ورشينو أدونك إلهي بأسكاله ورق البادو أدونك إلهي بأسكاله ورأليه كونك كتالين هيبا اسكتاك تير كم عاش لمن كما لا الله تبارك وتعالى عيدا مدي سوى بديه عيدا كالرب قال عيدا ما أوقع
الله عيدن بوليه كونكنا وعيدن كيسي واه مخلوقات كقوة ووضح يسمو إلهي درسنا يا مركزو قوة ويكوبا بينا يا عالم قوة كبري عالم قوة فسادي عالم قوة إسلوينا ذي عالم قوة شفكي مكلع ذي عالم قوة حقي بلد قال لمي عالم قوة توحيد كي إيمان كي بلد قال لمي عالم قوة حقوصي سعودة هلاك إيا ميل أن لما هدي الدوني مفسدين فاسدين بقى أدون كأقبتي وش أقبتي إن أي هجان سدين إن دوا السعودة إن تبردرنا وحبال هين هيا الله قيب سبب محا إله اللي قسوا يا بالله عليكم محا الله اللي قسوا يا دول كرير أقام الله هين علاد أقام الله هين عدو رجس تبتشو بأن حل الله هين خبرني عافماتك أطبادي حل بيلائيهين بختركي أبوه الرئي اكتشافة فيروس كان أساقي بودلي أساقي بودلي كلا عرب بلو جراء هاي تابا كتابا ما يهي إلا كلا فيغو هذا نمع ذلك وحقوفا فيا سلا مفلالا أيدسكو مفافا سيدا كانسر كنا أمفافا سيدا أبوليهين سيدا أمفافا حنون فيروس وحوي إلهي وعالم كقصص صاري ورسول النقطة ورحل قواك وإلهي الرمية ورحق وصل لابتة والتوحيد كقفصدة والإيمان كقاتة والرسوش الرمية وإلهي وصل لابتة السجائر الأبرتية كيف كيس لوين كيس كذا وحاتهين ملء مخلوق ضعيف هاتهين مركز مخلوق يرى ضعيف وإيش أين قبر يستعين لا ذهين ما دعي اعترافتان أو قرتان إناتهن مخلوقات الضوء الضعيفة إناتهن حذق لله أودا كون كما مليسا إجبارد إقهارد إوحي دون تألقه ارتق كريم إسيدي دون تكون كما مليسا إآياتك إي أدلدك تصي مير والبأيالان إنات إنكرتان وإسكتاكتان بحاك يعني نتيجة دلوات مرك فذوقوا ردمية ذوقوا نرمية ديتين وحا كم ده مالي بمالي تكتن بيس وحا صوب حي وحكو تصي دين تنين حق تاي آياتك إلهية كون كمالي با الله وحو صوص هاريا آيات علامات المامي سيد دين تنين تهميد دكرية حقا الله نبي محمد مركو صدر صلوات ربي وسلام عليه وحو صدي بي إنو ضدك أحلى ليه وحيالها ونكسن نفعك له إنو كحربو ضدك كربو وحيالها لبات له خبائث تعالى سيداس دلالة دوحي إلهي حرمي رسول كيسو حرمي صلى الله عليه وسلم سببت الله حرمي وحوي إلهي باوحو كؤغاذي لبكو جرى اللنا تبارك وتعالى كون كيسية مخلوقي سحيدنا وقمحو كؤغال سنة خبرات الطبي وحينا مخلوقا كجرنا ينبو إلهي كي يقالنا ألا يعلم من خلق استجاب السمية سيبون وقرنا وحو حرمي لبا بجرة تقارير ريبوتك الطبي وحو ليه هي عافمات كي دخاتيرتو فيروس كان كذا تعالم كعبادي استنبيك قليه قيلد قليه كالعرق قليه وحو كقى الشيء وهي لها خبائث تأحنهم كي وسخط عنين توضا إلهي با حرمي إلهي هو حرمي جيب وكتشلوا بيها عالم كنوحوا يلعونا شينا وحي تلعونا يا واحد ربسان لعونا آية من آيات الله وحي وحخبيث كي اللي تهدي لعونا لبكي سوى كتابانيا توفارك إلهي وهو حرمي علشان عنيدي سوى كتر خبثي وخبيث خمرض إلهي وهو حرمي وخبيث حيوانات كقار كمد هلك وهو حرمي وخبيث حشرات كقار كمد وحى الله حرمي وخبيث لبك كتر أبدا بني آدم كي مركو إلى هذا مايا أنك إلهي كان نقارنا مخلوقات كيس اللو مقرني أنك قرانا إلى مركو زوج استعمال كم مالا واحد يا كم مالا واتر ديبك الندمية دين تاني ودين عزيزة دين تاني ودين قيمة بضن دين تاني ودين حقائق كل سنة
diintani waa diin xalaasheedii iyo xaraamteeduba xikmad ku salaysan tahay. diintani waa diin samada ka timid. diintani waa diinta ilaahay ugu talagalay makhluuqa inuu ku islaaxiyo, ku hagaajiyo. inta caalamku haystana waa hagaagayaa, caalamku markuu ka leexdana khasaariya halaag buu wajahaya. waana minta taagan, midda maanta taagan waay, ninkii rumeeye, ninkii sidiidsiiyaba. hadiya alxaqiiqa. sidaas daraaddeed ilaahay bayna baraysaa, qudrada ilaahay baan ku baranaynaa, awooddiisaan ku baranaynaa, cadamadiisaan ku baranaynaa, dacfigeen iyo tabaryarideennaan ku baranaynaa, bini aadamku meeshuu gaadhaba waxa uu yahay baynu ku baranaynaa. waa daciif, ciidanka loo soo dirayna waa daciif, ka uu raadsanaya bini aadamkana waa daciif. radaaraadkii aaway, wixii wax iktishaabi jiray aaway, waa waxba kama jiro. ciidan kugu soo socdoodan garani bal aduun ka warran yaa, ciidan kugu soo socdo duulaan ah oo qaaradaha soo qabsanaya oo soo jibaaxaya dowladihii, oo aadan garanaynin meesha uu soo socdiyo, goor uu kusoo gaadhay, qaabkeeguu kuusoo gelayaa. argagax iyo naxdin. sanuriihim aayaatina fi lafaaq wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq annahu lxaq. ilaahay baa xaq ah, kitaabkiisa xaq ah, rasuulkiisa xaq ah, mabaadida uu soo dejiyeyba xaq ah. aadamuhu wuxuu dejistay iyo wuxuu layimidna waa baatil, makhluuquna waa tabar yaryahay. allaha awoodda leh baana kownkan ka taliya. aadamow soo noqo, ictiraaf rabbigaa, khaladkaaga ka soo noqo, rabbigaa si uu masaa'ibta iyo aafaadka kaaga qaado. innagana fahamkaasi saxda abaa la doonayaa inaynu u qaadanno, oo aynan taxliilaadka mulxidiintu ina khaldin, kuwaan ilaahayba aqoonsanayn ayaa taxliilinaya, markaasaan taxliilaadkooda run u qaadanaynaa. allah baa taxliiliyey, rasuulkiisaa taxliiliyey, gadaashoodna taxliil looma baahna, faylasuuf dambe looma baahna, dhakhtar dambeoo taxliiliyo yidhahda dabeeca keentay uma baahnin. allah tabaaraka wa tacaala alladii yaclamu alghayb ayaa wax walba noo sheegay. haddaan nahay ummadda muslimka ana, intaasaan la deeqday. allah waan rumaysannahay, cadamadiisaan rumaysannahay, awooddiisaan rumaysannahay, masaa'ibta uu keenayo asbaabteedaan haynaa, wixii lagaga bixi lahaa baanu haynaa, cilaajkeedii iyo daawadii baanu haynaa. rabbi baa noo sheegay tabaaraka wa tacaala. laakiin yaa inaga rumaysanaya caalam kibray oo isla weynaaday baa adduunka joogay. halaagkay adduunka maanta ku wadaan waxaa laysweydiinayaa muddo intee leeg buu caalamkani sii jiri karaa. meesha maanta gaaladu adduunka u hogaaminayso iyo halaagga ay ku wadaan ayaga laftooda khubaradooda baa waxay isweydiinayaan caalamkani, talow isbeddelada ku socdaay konton sanood dambe ma sii jiri doonaa? aafada maxaa keenay? allah caalamka waa gabagabayn doonaa, adduunkana waa gabagabayn doonaa, laakiin bini aadamka tasarufaadkiisu wax badan buu soo dedejinayaa, asbaabbu wax badan u yahay. caalamkii meel xun baa loo wadaa marka. hayaankaasi gaaladu ay ku jirto, bal ugu yaraan aynu ka soo hadhno, ilaahay aanu toobad keenno, ilaahay aan barino, aafada ilaahay inuu qaado. mulxidkii adduunka ugu weynaa madaxweynihi jiina ayaa musiibadani markay bilaabatay, waa ninkii muslimiinta baabi'inayay, ayaa intuu soo cararay oo masaajid soo galay, inuu muslimiinta wuxuu leeyahay ilaahay barya inuu dhibka naga qaado. war maxaad u leynaysay markii hore? masaajid buu soo gelaya, markaasuu leeyay muslimiinta ilaahay barya inuu dalka musiibada ka qaado, oo inay ilaahayba aqoonsayin. haddaad aqoonsantay maxaad u leynaysa? wuxuu xidhiisa u baabi'inaysa. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.